هذا الآن بالذات اللي هو هذا، خلينا نحكي الامبيد مايكرو كنترولر، تمام؟ هذا عبارة عن امبيدد سيستم، بيسموه ايش الامبيد؟ المايكرو كنترولر اللي داخله ال LBC 1768، تمام؟ ممتاز. الآن أنا ببساطة هذا الآن لغة السي تدعم هذا اللي هو الامبيد. كيف يعني تدعم هذا الامبيد؟ بيجي معاه لما أنا آجي أشبكه مع الجهاز، تمام؟ بيجي معاه زي برنامج، تمام؟ زي كومبايلر بدعم لايبرري، إنه أقدر أنا أبرمج هذا الامبيد زي ما بدي. أنا الآن في عندي أكثر من شغلة مهمة جدا. أنا عندي الامبيد، تمام؟ هذه الامبيد تحتوي على مجموعة من ايش؟ من البن، مجموعة من البنات، تمام؟ مجموعة الامبيد بنز، تمام؟ راح نتعلم انه انا الان ببساطة كيف احصل منها ديجيتال اللي هي اوتبوت، كيف احصل منها ديجيتال انبوت. يعني انا الان ببساطة انا عندي البنات اللي انا راح اشتغل عليهم التالي، عشان نركز على اشياء رئيسية اللي هن الان، وشوي شوي راح تتوضح الامور اكثر. انا عندي هذا الامبيد اللي انا راح اشتغل عليه. هذا الامبيد يحتوي على خلينا نحكي 40 بن، هذا مهم اكون عارفهم، يحتوي على 40 بنات. الان انا ببساطة البنات اللي انا ممكن انا استخدمهم كانبوت او اوتبوت، يعني انه انا اخذ منهم اوتبوت، اخذ منهم ديجيتال اوتبوت يعني يا زيرو يا ون، او انه يستقبل ديجيتال انبوت، تمام؟ راح نعمل له برمجة. الان انا ببساطة عندي البنات اللي انا راح استخدمهم من ضمن هاي الامبيد اللي هم 26 بن، 26 ايش؟ بن. حلو. هذا ال 26 بن هذول انهم انه انا بقدر استقبلهم انبوت او اوتبوت ديجيتال، بسموهم ديجيتال بن. حلو. طبعا هذول إلهم أسماءهم ثابتة، 26 بن هم رقمات من 1 لغاية 40، يعني هذا بسموه بن 1، هذا بن 2، هذا بن 3، هذا بن 4. أنا الأسماء هاي بدك تحفظوها، يعني كيف كمسمى، كيف اسم البن، لأنه الآن أنا في أشياء ثابتة. أنا لما بدي أجي أبرمج هذا البن كإنبوت أو أوتبوت، تمام؟ لما انا بدي اجي ابرمج هذا البن كانبوت او اوتبوت، انا الان ببساطه لازم اعرف شو اسمه. انا الان اسماء البنات كيف اسال الان اسمي انا عماد؟ انا بدي اتعامل عماد، مثلا اسماء كاسم بستدل فيه على اسماء كشخص. الان هون انا عندي البن بدي اتعامل مع هذا البن، كيف انا بقدر استخدمه؟ من خلال اسمه، فالاسم حرف البي ورقمه، تمام؟ رح نيجي على هاي الأشياء الأساسية. الآن حكينا في المحاضرات السابقة هذا الأمبد كامل، هذا أمبد بسميه، هذا عبارة عن مايكرو كنترولر اللي بتحكم بكل الأمبد، هذا عبارة عن إمبيدد سيستم. في إله 4 لدات، أوتبوت لد بسموهم، هذولا عبارة عن إكسترنال إيش؟ أوتبوت ليدز، مرقمات اسمائهم كالتالي، اسمهم من ليد 1 ليد 2 لغاية ليد 4. انا عندي بالكودينج لما اجي انا اعمل ريفرنس لهذا الليد، تمام؟ بسميه ليد 1 ما
معناته أنا بعرف إنه أنا إذا بدي أبرمج أو أطلع أوتبوت على هذا بيسموه إمبيدد، يعني هذا ليد خلص، هذا الليد أوتبوت دائما بطلع عليه الأوتبوت، بيسموه إكسترنال أوتبوت شو؟ ليد. وأنا البنات اللي مرقمات من من الخمسة لغاية الثلاثين، هذولا البنات اللي أنا راح أعملهم، اللي بقدر أنا أعملهم كونفجريشن إنهم يكونوا إنبوت ويكونوا أنا عندي إيش؟ أوتبوت. تمام؟ حلو. أنا عندي راح نتعامل مع السي أو سي بلس بلس بروجرامينج لانجوج تدعم. أنا الآن كيف؟ يعني أنا الآن في راح أستخدم لهاي الأمبد بالبداية، حكينا إنه أنا بعمل إنكلودينج للأمبد، إنه أنا أقدر أستخدم الفونكشن والوظائف اللي بتمكنني إنه أنا أقدر أستخدم هاي البنات وأعملها كونفجريشن زي ما بدي. هاي الأشياء الأساسية اللي بنركز عليها. حلو. الآن أنا المسميات هون للبنات برجع بكرر مهم جدا، أسماء الليدات مهم جدا، لأنه الآن لما بدي أبلش أنا أكتب كود باستخدام البرنامج وأعمل له كومبايليشن وسيفه كباينري، بعدين أسيفه بعدين كوبي بيست على الروم أو على الذاكرة تعيت هاي الأمبد، تمام، وأعمل ريسيت، راح يشتغل الكود اللي أنا اشتغلته باستخدام السي لانجوج. حلو. سلام، برمجة هذا الأمبد زي كأني بدي أتعلم أي لغة برمجة، في بيسك، في أشياء ثابتة وأساسية. لما أجي أقول انتجر X يساوي 10، أو والله هاي انتجر بستخدمها عشان أعرف هذا الـ X عشان يخزن لي انتجر فاليو داخل مين؟ الـ X، عشان يخزن لي انتجر فاليو داخل الـ X. طيب ممتاز. أنا الآن ببساطة لما أجي أنا رح نتعلم سنتكس كيف أنا أتعامل مع هاي الأمبد، رح نتعلم سنتكس كيف أنا بدي أعمل لبن معين إنه يكون إنبوت، يعني يستقبل داتا من برا ويدخلها على الأمبد. رح نتعرف كيف أنا أبرمج هذا البن، بن معين أو مجموعة من البنات، كيف أعرفه كأوتبوت واستخدمه كأوتبوت مش إنبوت، إنه يطلع لي داتا ديجيتال داتا لبرا. رح يكون بيسكس وأشياء حفظ وثابتة، رح نهتم بهاي الأشياء الأساسية. حلو. طيب بس الآن بهمني أنا الآن كمقدمة أركز على هاي الأشياء الأساسية. نبدأ من بداية السلايدات نشوف شو في داخل هاي السلايدات محتوى ممكن أنا يفيدني في التعامل مع هاي إيش؟ الأمبد. وشوي شوي بنهاية هذا الشابتر أو حتى بنهاية هذا الكورس، تمام، بصير تتعلم تبرمج هاي الأمبد كمشروع مثلا لنهاية المادة. أنا بالنهاية أنا معرفة تراكمية، بدي أركز كيف أنا أقدر أتعامل مع هاي البنات، تمام. أنا لما أركز من الناحية النظرية بصير أنا لما فوت على اللاب مثلا بنهاية الكورس، تمام، أقدر إيش؟ أشتغل على هاي الأمبد، يكون عندي معلومات أساسية. وحكينا إلها أبليكيشن بورد ورح تستخدموها إن شاء الله بالمختبر بإذن الله تعالى، تمام. الآن كالتالي نركز على معلومات أساسية بتهمني كالتالي. بسم الله. يعني الآن أنا عندي هون راح نأخذ الديجيتال أوتبوت ونأمبد، راح نأخذ نستخدم الإكسترنال ليد. بس الآن لما تسمع مصطلح إكسترنال ليد، أنا الآن ببساطة بميز، معناته أنا الليدات اللي موجودة الأربعة على الأمبد إمبيدد سيستم. وراح نتعرف على إشي اسمه اللي هو الديجيتال أوتبوت بس. شو يعني؟ بس الآن أنا في عندي شغلة مهمة جدا. مرات أنا بعمل كونفيجريشن لبن بعينه، يعني بن لحاله بي 5 مثلا أو بي 10 بتعامل معاه، أو بي مثلا 30، أو أنا الآن بدي أعمل كونفيجريشن مرة واحدة لمجموعة من البنات كلهم نفس الإعدادات. يعني عندي 6 بنات مثلا بي 5 بي 4 بي 3 إلى آخره إلى آخره، مثلا بي 10، أنا بدي أعملهم كونفيجريشن نفس الإشي. هذول الآن كجروب واحد شو بسميه؟ بس. راح يكون في داتا تايب اسمها output bus، بقدر من خلاله أعمل configuration لأكثر من بن مع بعض. مثلا أنا الآن بلغة البرمجة مثلا ما أجي أقول integer x بالجافا، أو مش أنا ممكن أنا في لغة برمجة نقول integer x y z،
هاي الاكس هاي اعتبرها بن لحال، انا عملت كونفجريشن لبن لحال. انا ممكن انا اعمل كونفجريشن لمجموعه من البنات مع بعض، راح اسميهم هذول مع بعض بس. راح نجي بالتفصيل على هاي الاشياء الاساسيه. دائما مقدمه الشابتر هي بتوضح لي اشياء اساسيه كثيره لازم انا اكون ملم فيها. طيب ممتاز. الان انا كتسل نكمل. هاي معنى اللي هو ديجيتال اوتبوت بس. طيب في انا عندي ديجيتال انبوت ان امبت، يعني انا الان راح نتعرف على اي شيء بخص الاوتبوت، انه سواء بنات معينه اعملها كونفجريشن تكون انا عندي اوتبوت، انا اكون عندي مجموعه من البنات اعملهم كونفجريشن مره واحده، هذول البنات بسميهم بس. ونفس الشيء راح نتعلم انه انا الان ببساطه كيف انا اربط، كيف اربط الديجيتال انبوت، او كيف انا استخدم السويتشز، كيف انا استخدم شو السويتشات. تمام، يعني انا كبسات باتونز، او في سويتشز اللي بتلاقي مثلا قطعه مرات قطعه زرقاء بتكون وزي هيك، زي بتحركيها نوتش، بتحركيها مثلا هون اون اوف، بتحركيها زي هيك. هاي سويتشز. وراح نتعرف على الديجيتال اوتبوت بس، ديجيتال انبوت بس. تمام، اي شيء له علاقه بالانبوت، اي شيء له علاقه بالاوتبوت. انا الان ببساطه بدي اركز على هاي ايش الاشياء الاساسيه. تمام، طيب كترينكم ان شاء الله باذن الله الامور بسيطه، بس شوي شوي اي سؤال استفسروا واسالوا، لانه دائما بدايه الشابتر يا تكون بدايه مهمه، بتبلش ايش مع نهايه الشابتر بينزل كل ايش الغموض او اي شيء مش فاهمينه. طيب شوف الان